ناقشت الجلسة الثالثة من جلسات منصة منتدى شباب العالم والتي تأتي ضمن فعاليات المنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ، ناقشت آليات بناء الجسور بين العلم ورسم السياسات للحفاظ على المناخ. كما عقدت جلسة أخرى بشأن بناء نظم تعليمية مستدامة تستجيب لقضايا المناخ والبيئة بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. التغيرات التي حدثت في العالم بسبب التغيرات المناخية، يعني زي الفيضانات وحرائق الغابات والجفاف اللي حصل كتير من الأرض وارتفاع مستوى سطح المياه في البحار، كل دي يعني أثرت تأثير كبير جدا في بعض الدول على العملية التعليمية. يعني لما بيحصل فيضان في مكان ولا يحصل حرائق في مكان، فبيعمل الأطفال أولا بيمنحهم من التمدرس، المدارس بتغلق، الأطفال بيتأثروا حتى في نموهم وفي نموهم العقلي والوجداني. يعني في دراسات اتعملت كتير جدا بتقول لنا إن الأطفال بيتأثروا تأثر كبير جدا بالآثار الملموسة للتغيرات المناخية. احنا عندنا مشروع وطني لغاية 2030، قدامنا 8 سنين كمان أو 7 سنين. احنا اللي عملناه في السبع سنين اللي فاتت لو انت تقول هيتعمل، هيبقى نتيجة اللي اتعمل اللي هيتعمل مش هيبقى قد اللي فات. انا تصوري وكنا احنا بدأنا السنة دي درجة النمو الاقتصادي كان حوالي 6.6، ده غير 5.6، ده غير اللي كان 4.2. فانت كل ما مشيت في عملية التنمية خطوات سريعة التسارع بيحصل، بما فيها التسارع المرتبط بالحاجات الامور الموافقة للبيئة، لانه الموافقة للبيئة في الحقيقة من الناحية الاقتصادية البحتة اكثر يعني الطرق لزيادة الثروة المصرية.